هكذا تحول الحال في أكبر بحيرة بتركيا، تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أن ضربها الجفاف متسبباً بقتل كل أشكال الحياة فيها وبمحيطها. البحيرة التي يطلق عليها سكان المنطقة بحروان نسبة لمساحتها الشاسعة البالغة 3700 كيلومتر مربع صارت أرضاً متشققة تملأها بقايا عظام حيوانات وأشجار شائكة نمت فوقها. بدفع الفور بدهم يعرفوا يفطر يعني شو يفطر بدهم حيوان ده شو سقادي ولا رجدي بق خوشوي خوشوي على رجدي جا إيش عندي شو يفطر ده قلت مات أشوف ما قدا وصلت شو يفطر إيش ما أبغى إيش ما نعيره. حال هذه البحيرة كحال العديد من البحيرات التي تشهد تراجعاً في منسوب مياهها في البلاد بسبب التغير المناخي، وسط تأكيدات خبراء أن موجة حر ضربت تركيا في الصيف تسببت بتفاقم الأزمة.